اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وسانك سان كما العاده. اليوم مع فيديو جديد، او ليلة بغينا نقولوا روتين. الصراحه جنه بنتي كما كتعرفوا ما شاء الله ما بقى ليها والو، دير عامين ما بقى ليها والو. الشهر الجاي ان شاء الله غدير عامين، وباقي عندي مشكل كبير اللي لأول مرة غلقاه التربية ديال بناتي، اللي هو بقى كترضع في الليل، بقى كتفيقني كل ساعتين ساعتين ونص. خصات الرضاعة ديالها، النعاس ديالها فريمون خفيف بزاف، لدرجة ما بقيتش مرتاحة وما بقيتش كننعس نهائيا. وكيخصني نوض الصباح بكري مع السبعة لاروب مع بناتي، خصوصا مع مالك. صباح اليوم صباح كامل قررت بانني صافي خاصني مع جنة ستوب، خصني ندير ستوب، حيت صافي خصني نتوقد، خصني ندير بزاف ديال الحوايج، خصني تغيير معاها باش حتى هي تولي تولف. واخا ما خصنيش نقارن بين جنة ومالك وسلمى، ما خصنيش نقارن بين بناتي، ولكن بالنسبه لسلمى ما شاء الله فلاج ديال عامين كانت كتنعس بوحديتها، كانت محيده حيد لاليكوش، كانت محيده البيبرون، كانت كتنعس مزيان الليل كامل، كتفيقني ما حتى شي حاجه. مالك لا ميم شوز، حتى هي نفس الشيء، كانت حتى هي ما شاء الله فلاج ديال جنه، كانت كتنعس مزيان صافي. يعني فلاج ديال عامين ديجا بناتي كينعسوا الليل كامل، يعني ما كيعاودوش يفيقوني في الليل، ترونكيل. بالنسبه لجناتو صراحه لقيت صعوبه بزاف، انها ما عرفتش علاش ما جاتني، صراحه لقيت صعوبه لدرجه كنفكر انني ديجا بديت في البروغرام ديال انني غنبدل الناموسيه ديال جنه ديال ملك، يعني عوض ما دايره ليها ناموسيه ديال دو بيرسون، فغادي نحيدها وغادي نبدلها وغادي ندير ليهم دو لي هكا كل واحد والنويميسيه ديالو. مازال ما قديتش، واخا انا غنبدا في هذا الشيء، ولكن مازال ما قديتش انني نجيبها تنعس مع اختها، حيت راه غتفيق ليا مالك وغتفيق ليا سلمى وما غتخليهمش ينعسوا، ولا غتلي هما عندهم ليكول وخصهم يقراو. مازال كنحس براسي مازال ما وصلش ليا الوقت انني نجيبها حدا اختها، خصوصا انها باقا كتفيق ليا في الليل. بزاف البنات اللي كيسولوني اسماء علاش جنة باقا كتنعس حداك، نورمالمون تمشي للبيت مع اختها، فهذا هو البروبليم، باقا كتفيق ليا بزاف في الليل، باقا ما كتنعش ليا زعما داك البيبي اللي كاو، يعني نعس لك الليل كامل كاو ما تعاوديش تفيقي، باقا كتبغي ترضع. فاليوم قررت انني غنبدل لها هذا السيستم كامل، صافي كما كنقولوا سلا اللعب بدا الجد. اول حاجه بديت بها هي مشيت خديت لها بيبرون اللي على شكل ديال كاس، حيدت لها البيبرون، لقيت صعوبه باش نعسات ليا، حيت لدرجه ماشي كترضع حيت فيها الجوع، كترضع باش الفم ديالها يتحط فيه البيبرون وتنعس. دونك لقيت اليوم صعوبه باش نعسات ليا عتيا فريمون، هذا رجع ليا هنا وما شكيت عليكم، شدني الشقيقه راه غير ما خرجتش ليكم عاوتاني عقده راسي باش ما تضحكوش عليا. مي الصراحه عندي مشكله ديال الشقيقه، مشكله كبيره، دائما عندي هاد الجنب هذا كيعطيني الحريق. جا مسكين احمد هزها على اساس زعما غتسكت، والو ما بغاتش تسكت. ماما طلعات واخا مريضه واش نشدها عليك، والو. فبقيت معها بقيت معها بقيت معها حتى نعست ليا وبزز بزز صافي راسي تشقق. من بعد جا احمد لقاني باقا ما تعشيتش، قال لي اسماء هبطي تاكلي شي حاجه. صراحه بدي واحد الريجيم بدي واحد الريجيم ديال انني ستة العشيه كنحبس الماكله، هبطت غير شربت كاس ديال الماء وطلعت، طلعت جيت باش نعس. قال لي احمد بلا ما تنعسي هنا، انت ضبطي تماره مع جنه باش نعسات ليك، ضبطي تماره باش انها تبقى في بلاصتها بزاف ديال الوقت، وانت كتهزيها وتحطيها وتهزيها وتحطيها، وديجا النص ديال راسك مريض، فسيري ما حد ناعسه دابا، سيري نعسي حدا سلمى. الا فاقت انا راني ديجا باقي فايق، حيت احمد شد واحد الفيلم، قال لي راني باقي فايق، سيري نعسي شي شويه حدا سلمى بعدا، ارتاحي وان شاء الله ما يكون غير الخير. فهداك الشيء اللي درت
ولأول مرة أنا يعني مولفة بسيل واحد الدرجة ما كتصورش. دابا غادي نجي غادي نعس اليوم غير واحد شوية حدا سلمى باش نرتاح، باش إلا مشات حتى فاقت ليا حيت مولفة البيبغون كل كما قلت لكم ساعتين ونص 3 سوايع، باش إلا بكات ليا على الأقل نكون نعسة واحد ساعتين ولا 3 سوايع، حيت فيها حتى واحد القضية كتبقى تنين، ما عادش ماشي كتنين، ما عرفت شنو كتبقى ديك ماما ماما بحال هكا ماما ماما. نقولها نعم رجعت تنعس، ماما تنوض توقف خصني نمشي نعاود نرد هاديك ندير لها هكا هكا هكا. فريمون ما شاء الله عليها وعلى كاع الوليدات. جاني هادشي شويه صعيب بارابور لبناتي الاخرين، بناتي الاخرين ما شاء الله لدرجه مسكينه سلمى نعسة لدرجة سلمو مالك كنت دايره ليهم الناموسيه هادو كتير وحده فوق وحده، وكانت مالك ما وصلش حتى عامين وكتنعس لتحت تونكيل مزيان. جانا كنلقى صعوبة باش ديجا معايا في البيت وتنحس، فأنا جالسة هنايا غنوض نتكا شوية. جبت هاد المينطة هادي واخا بغات تحرك شي شوية البرد، وأصلا بيت سلمى بارد 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 بزاف. فغادي نجلس، ديجا وصلوني واحد البيجامات وما طاوياهمش، غادي نجبدهم باش غادي نطويهم ندار فيا خير نطويهم، وعاد نمشي نتكس شي شويه حدا سلمى. واكيد فاش نسمعها كتبكي راه غادي نوض، واخا احمد جرى عليا وقال لي سيبي تنعسي انت راه السبع الله راه بغات تفيقي مع البنات، سيبي تنعسي ارتاحي انا مع البنت. لكن ما قدش نخليه باش نجيكم الصراحه، ما يعرفش ليها. انا كنقول ما يعرفش ليها، الا بكات لي وفاقت والله ما يعرف ليها، بعدا غتبقى تشوفو هو اللي هزها وانا ما كايناش، غتخلع كتاب وغتبكي كتاب. دونك واخا جرى عليا قال لي سيري نعسي حدا سلمى ارتاحي، ما نظنش انني نقدر نبقى نسمعها، غير خصني نمشي. ايوا هذا ما كاين، وانا عارفه بان تقريبا 99% ديال الامهات كيعانيو، حيت بصراحه ما شاء الله الله يسمح لنا من الوالدين حتى شي حاجه ما سهله. دي فوا غير كتنعس ليا جنه، كتم جايه عندي ملاك، لو بغيت ماما ندخل الحمام، لو ماما بغيت نشرب، لو ماما خفت نجي حداك، لو يعني كنبقى نقول يعني الليل اللي عطاه لينا السيدة ربي نعسو ونسخنو ونتكمشو ونعسو ونرتاحو، ما كنرتاحوش والله ما كنرتاحو بهذا المعنى هذا، خصوصا ان لا غد ليه تابعك خدمه وتابعك دي بروجي وتابعك واحد المشاريع اللي ضروري خصك تكوني فيهم. مازال انا كنقول المراه الا كانت في الدار وهذا ما تقدم مور الغدا تخطف شي خطيفه، واخا عارفه الاغلبيه ما كينعسوش وما عارف. وقلت نتجمع معاكم ونعاود لكم ليكسبيريونس ديالي مع البيبي الثالثه الله يحفظها لي اللي هي جنه. واش تنتوما هكا؟ واش تنتوما شي حد في وليداتكم صعيب والاخرين نورمال اولا شي؟ عاودوا لي القصه، حيت انا فاش كنعاود كنعاود من لاكوشمون يعني من نهار الولاده سبحان الله بناتي بجوج ولدت طبيعي جنه ولدت سيزاريان، يعني شي حوايج اللي بحال تقولوا في جنه بحال راني اول مره غادي نولد، بحال اول مره عندي بيبي جديد. فريمون جاتني بزاف الحوايج فيها صعيبه، التربيه ديالها جاتني صعيبه، واش حيت ما كنقيلش النهار كنمشي نخدم كنجي غير في الليل ما عرفتش. المهم تقولوا لي نتوما ليكسبيريونس ديالكم، وغنطوي واحد الحويجات حيت دار فيا حمد خير وعاد نمشي نعس. عرفتي البنات والله ما كانوا بقاو عندي البيجامات، كاع البيجامات تقريبا اللي عندي ديال النفاس ديالي كلهم كيجوني كبار، وهاد العام ما شاء الله ما عندي حتى بيجامه. المهم هادي نورمالمون هادي ديال سلمى بنتي، بحال هادي اللي لابسه انا، خديت جوج، خديت لها هي وحده وانا وحده، هانتوما مع نفس الموديل زويونين قطين. خديت هادي هانتوما هادي مبرة خديتها في الكري، فيها هكا الكري والكرونه مع كانوا وصلوني ولحتهم غير لتحت ما طويتهمش كاع. وصلتني هادي حتى هي كلهم قطن زويونين، كاين اللي قطن كاين اللي مبرة، شوفوا هادي شحال زويونه، هذا السروال ديالها، هادي عاوتاني حتى هي مبرة زويونه. راسكم الا جا احمد غيتعصب، ما قال لي سيري تنعسي
يجي يلقاني جالسة بقاها جالسة. المهم هاد الشي غنمشي نغدو. هادي واحد لاغوب هاد خديتها زوينة مسخونة ما باردة، هادي خصها تتعلق هي والمونطو. واحد المونطو زوين تا هو كشمير. كيفاش داير لو ستيل ديالو كيحمق، اما التوب ديالو خلاص ما نقولش لكم فنيون غزال. المهم هادو الصراحه خصهم نورمالمون يتعلقوا. جاني البنت والله الا جاني البنت. المهم البنات بنت عندكم وقلت نسولكم على التجارب ديالكم كامهات في الليل، كيفاش كيدوز عندكم الليل، واش وليداتكم كينعسوا وكيخليوكم بعدا ترتاحوا، واش وليداتكم كيفيقهم لكم بزاف. وكنبغي ننصح اي وحده يعني باقا ما عندهاش وليدات تستغل الفرصه وترتاح، حيت ما شاء الله بعد ما كيجيو الوليدات راه كتكون شويه صعيبه. وكنبغي نقول لاي وحده حامله الله يفكك على خير وارتاحي قدم المستطاع، وتاحي ارتاحي نعسي مزيان، حيت من بعد ما كيجي البيبي اكيد انك كتضربي واحد التمارة، يعني ماشي غير حيت كتولدي صافي راه كترتاحي، لا راه كتبدا تمارة واحدة اخرى. فالله يحفظ لينا وليداتنا والله يخليهم لينا. وقلت علاش لا نحل الكاميرا ونتعاود مع صحاباتي كيف العادة. فالهلا يخطيكم عليا، كنحاول ما نغببش عليكم ونعاود لكم بزاف ديال الحوايج. ودي فوا الا ما صورتش او لما ما تجمعتش معكم السبب هو هذا فريمون روتين مع الدار مع الوليدات مع الخدمه مع بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش ما كنبانش. المهم البنات حسيت براسي عيقت وسلمى من الصباح وهي مسكينه كدور صافي صدعتها. غنبغي نقول لكم تصبحوا على خير مع فلوغ جديد ان شاء الله. تهلا فريوسكم توليت يا نسيم مهلا يا نسيم مالكي مالا جي الناس حدايا جي الناس حداك واخا انا هنجي دابا الناس حداك الناس حداك تتناسي ومشي بلاصتي واخا ماشي مشكل. ناسا ماما عييت بغيت نمشي تانا الناس ناسي ماما. نعم يام نعم يام يام ما كاينش بح بح ماما يام يام ماما نعم 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 ما كاينش ماما بح يام يام تندم ترغبت ان شاء الله.